الاتحاد تخصص في هزيمة النصر منذ 2018، لكن التاريخ لا يتكرر دائما. دوري 2024، 18 فريقا وثمانية أجانب، ورونالدو يواجه ميسي في الرياض. ايش رايك ابو خالد استاذ غرم؟ لا شك ابو بدر، رقابة البطولة سواء في الطائف سواء في الباحة سواء في أبها شيء مهم. اختيار الهلال والنصر والاتحاد والشباب أسماء كبيرة. بطولة كأس الملك سلمان يا أبو بدر بطولة مهمة جدا، تحمل اسم غالي على قلوبنا كلنا. إضافة بدل الدعم للمنطقة، احنا تكلمنا كثير وقلنا الأجواء اللي موجودة سواء في الطائف سواء في أبها في الباحة، خلينا نتكلم على الباحة وأبها منطقة عسير خاصة، هي منطقة يا أبو بدر جدا جدا رائعة بالنسبة لها الأجواء، إقامة معسكرات حتى الأندية يعني حتى بدون بطولة إقامة المعسكرات. ولكن قلنا أنه أحيانا نقص الملاعب نقص الفنادق خاصة، أتكلم مثلا على الباحة. الباحة المشكلة اللي موجودة فيها الأجواء رائعة جدا جدا لا تقل يا أبو بدر الآن عن الأجواء اللي في أوروبا الآن. في السنوات الأخيرة حتى الجو في المناطق الجنوبية ترى أفضل من أوروبا، يعانون الآن في الصيف في أوروبا من الحر. الأندية السعودية تتجه لأوروبا لإقامة المعسكرات، لما تقام بطولة بهذا الشكل والأندية تحضر أنا أعتقد أنها تحضير رائع للسنوات القادمة للمستثمرين التجاريين لإقامة مقرات معسكرات إقامة ملاعب، هذه دعامة كبيرة. في سؤال من أبو محمد لك يقول هل توجد ملاعب تدريبات كافية لاستضافة كل هذه الأندية يا أبو خالد؟ والله شوف النقص في موجود، احنا لو تكلمنا على المملكه كلها في نقص ابو بدر في الملاعب في الاستادات الرياضيه، فما بالك في المنطقه الجنوبيه. لا شك قد يكون الملاعب الان مثلا في مثلا نادي ضمك تقريبا عنده الان ملعب الرئيس للنادي والملعب الرديف، وهذا العمل اللي كان قامت في اداره الاستاذ صالح ابو خالد فتره سابقه، ملعبين مزروعه، مدينه الامير سلطان الرياضيه، اضافه لنادي ابها حاليا جالس يزرع الملاعب الرديفة في مدينة أمير السلطان، فأعتقد أنها بأمر الله سبحانه وتعالى كافية لإقامة التمارين. أما الباحة أبو بدر لا تحتاج بكل أمانة ملاعب، وهذه فرصة إن شاء الله أنه ما راح تقام البطولة تقريبا في الباحة أو في منطقة عسير إلا وهنالك حيكون في عمل في تجهيز المنطقة، حتستفيد بشكل كبير يا أبو بدر خاصة على طريقة المنشآت. إضافة يا أبو بدر أنا أتمنى من المستثمرين الإسكان الفنادق مقر المعسكرات تراها بدر رائعة جدا، أنا متأكد من السنوات القادمة الأندية السعودية والأندية العربية وحتى الأندية الخارجية هتفكر في الاستعداد سواء في أبها سواء في الباحة سواء في الطائف، ولكن بشرط وجود الملاعب والإقامات المناسبة. سلطان على الهاشتاج أزيدك أبو بدر فضل. يعني معلومة يعني حقيقة الاتحاد العربي ممثلة في سمو الأمير عبد العزيز بن تركي ووزارة الرياضة، وحقيقة الآن بدأوا شغل في على مستوى الملاعب، حيكون في ملاعب بإذن الله إضافية جاهزة لإداء التمارين سواء للأندية كلها. المعلومات اللي عندي إنهم في صدد إنشاء ملاعب للتدريب حتكون رائعة جدا. هو طبعا المشاهد سلطان على الهاشتاج يقول متى تلعب البطولة العربية طبعا على كأس الملك سلمان؟ راح تقام إن شاء الله من 20 جولاي إلى 5 أغسطس، عشان أوضح لك إياها، أول محرم راح تقام يوم 2 محرم، يعني الأول أسبوعين من العام الهجري الجديد راح تقام البطولة في الطائف الباحة وعسير. غدا إن شاء الله أحمد الفهيد، النصر هو رجل اللحظات الأخيرة، الاتحاد هو رجل الشوط الثاني. ما في شك وشكرون الزملاء على هالرصد الرائع، لكن مباراة مثل مباراة النصر والاتحاد أبعدها عن كل هالمعايير لا الفنية ولا التاريخية، ولا مباراة كبيرة، مباراة مرهقة للاعبين، مرهقة للجماهير، مرهقة حتى لإدارة الناديين والإعلام الناديين، يعني لأنه في معارك صغيرة داخل هالمواجهة الكبيرة. أولها أنه يعني يقبل النصراويين أن يخسروا الصدارة لكن ليس من الاتحاد، يقبلون انهم يتلقون خسارة لكن ليس من نادي الاتحاد تحديدا، لاسباب تتعلق باستمرار العقدة الاتحادية النصراوية اللي اعتقد اخر 10 مواجهات لم يفز النصر على الاتحاد، وبالتالي هذا فيها تكريس العقدة، لا يريدون ذلك، يريدون ان يكسبوا على الاقل من اجل كسر العقدة وليس فقط الاحتفاظ بالصدارة اللي هو هدف كبير ومهم. ايضا المعركة الجانبية التي خلقها اعلام النصر والنصراويين مع عبد الرزاق حمد الله، هم لا يريدون أن يسجل عبد الرزاق حمد الله،
في هذه المباراة تحديدا يسجل أي لاعب إلا عبد الرزاق حمد الله، لأنه لو سجل عبد الرزاق حمد الله وما بالك أن يكون تسجيل عبد الرزاق هو هدف الفوز، أيضا هذا سيشكل يعني ضغط نفسي وكارثي على جماهير نادي النصر وعلى إعلامه نتيجة هذه المعركة التي خلقت من عدم بين لاعب ونادي، معركة غير متكافئة لكنها خلقت غصبا عنا ويمكن ربما غصبا عن اللاعب. أن 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 يخفق كريستيانو رونالدو في التسجيل، يعني كريستيانو رونالدو هذا اللاعب العظيم الذي جيء به ليكون لاعب حسم في المباريات الكبيرة والمهمة حتى الآن لم يظهر، وبالتالي مباراة الخميس المقبل أمام الاتحاد المفروض في أعتقد في رأي النصراويين أن تكون مباراة حسم كريستيانو رونالدو، أن يتألق فيها، أن يسجل أهدافه كما يسجلها في الأندية الصغيرة، لأنه هنا تبرز قيمته. أن لا تخطف الصدارة من النصر، وهذه أيضا ستدخل النصر في 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 منحدر يعني خطير، منحدر نفسي وفني، وتعرف أنه خسارة النصر يعني تؤجج المحيط الذي حول النصر، الإعلام، الجماهير، المطالبة بالإقالة، المطالبة بالإبعاد، المطالبة بتغيير المدرب، تغيير اللاعبين، وربما تمتد المطالبة بأنه ألغوا عقد رونالدو، مطالبات عاطفية بحتة يعني. لكن أنا أقول لك هي مباراة صعبة. أنا بس هذه الأخيرة ما يقدرون عليها. كمل. صعبة قوية. مخالف، أنا بتكلم عن المطالبة هم. إيه لا يطالب أنت طالب. ما في شك. إيه ما في شك هم بيطالبون، بس أنا وص علمك إنه وين لأي مدى ممكن أن يصل يعني الوضع. احتمال. احتمال. نتيجة خسارة من فريق زي الاتحاد. طبعًا هي قراءتي الخاصة. أنا أشبهها بمباراة الهلال والاتحاد آخر الموسم الماضي، كانت كل الترشيحات تصب في صالح الاتحاد، كان الأقوى، كان الأجهز، كان الأقدر، وفعلا دخل مباراة الاتحاد وسيطر في الشوط الأول، ثم حدث التغيير في مباراة بعد إصابة قروهي وتسجيل. هذه الحالة ممكن أن تحدث للاتحاد لم يحسن التعامل مع الفرص التي ستتاح له أو ستكون يعني في 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 متناول لاعبيه. طيب. وإذا تعامل مع المباراة على أنه الأعلى كعبا والأقدر على أن يحسمها، لا، النصر فريق كبير، فريق جاهز يعني. ننسى مباراة الباطن، النصر الذي لعب الباطن لا يمكن أن يتجاوز الاتحاد، لكن إذا نسينا الباطن، لا، النصر فريق ثقيل فنيا، في لاعبين، يكفي وجود كريستيانو أصلا يعني. لكن أنا أقول مباراة مرهقة حقيقة ومتعبة، وحظ اللي مهوب يعني مهوب طرف فيها يعني، على الأقل بتتفرج عليها. طيب خلنا أستاذ صالح عبد العزيز الشمري على الهاشتاج يقول أبو بدر أحس صعب الفوز على بكرة على الفتح وبعدها التعاون صعبة، والله بس شيء يعني بس أحسن شيء العالمي متصدر. طيب نرجع لمباراة الفتح، بعد الفتح يلعب مع التعاون، أعتقد الهلال داخل على يعني زي ما قال غرم أنها مبارتين ستحدد، يا تنتن ما فيها. وش رأيك؟ رغم أن الفتح يملك مدرب يجيد الأدوار، اللعب بالأدوار الدفاعية، أو دائما وأبدا كنا نشوف دونس يشتغل على الجوانب الدفاعية ويشتغل على الارتداد السريع، لكن مع الفتح ما أصبح يطبق الشيء هذا لأنه لا يملك الإمكانيات أو العناصر اللي تفيده في الخط الخلفي. لذلك أنا أتوقع أنه الهلال أقرب، لأن الهلال يملك زي ما أنت ذكرت في إحصائيتك أكثر فريق يوصل للباب وأكثر فريق أضع فرص محققة اللي هو الهلال. أعتقد أن الهلال أقرب من جميع الجوانب، خاصة في ظل بعض الغيابات اللي يفتقدها نادي الفتح، وكلنا نعرف بعض الفرق لما تفتقد بعض اللعيبة يأثرون بالتأثير السلبي. شو رأيك أحمد الفهيد؟ مباراة صعبة بلا شك، وعلى ما قيل الفتح والتعاون أصحاب مواقف مع الهلال، يعني الهلال يخسر منهم سواء كان مكتمل أو ناقص عناصريا، فما بالك عاد والهلال يلعب الآن. يعني للأسف شديد أنه الهلال أدخل نفسه في مرحلة الضغط النفسي الدائم حتى نهاية الموسم، يعني مرحلة اللا تفريط. مباراة الوحدة اللي تعادل فيها الهلال، والوحدة طبعا يستحق، قدم مباراة كبيرة، لكن كان الهلال قادر على الفوز، لكن بظروف المباراة، طريقة دياز في التعامل مع المباراة، التشكيل اللي دخل بها دياز، كلها في النهاية أدت إلى هذه النتيجة، انتفاضة الوحدة أيضا. وبالتالي الهلال الآن زنق نفسه بالمصطلح الشعبي، زنق نفسه فعلا، يعني صارت كل مباراة يجب أن يفوز إذا أراد أن ينافس على الدوري، أو أنه يقول والله لا، أنا الدوري هذا يعني أبلعب على مهلي، وأنا يهمني والله ألعب آسيا
واحضر فيها حضور طيب وافوز بالكاس، ومنها اضمن مشاركتي اسيا. ما هو مجال الخيار بين اسيا والدوري، لان اسيا انتهت خلصت، انت باقي الفاينل يعني قبلها باسبوع تستعد، ما عاد عندك الا الدوري والكاس. صحيح بس انه احيانا هذا الضغط اللي تضغط لاعبينك وترهقهم بالمباريات وبالضغط النفسي على المباريات، ممكن انه في راي المدرب اتوقع يعني انه ياثر على اللاعبين، وبالتالي ربما اخسر اسيا اللي تمنحني فرصه اني العب في كاس العالم 2023 في المملكه العربيه السعوديه، وتكون فرصه اني يعني احقق انجازي واعيد تكراره، او اني ممكن افوز بالبطوله، وهذا ليس صعب على الهلال. لكن انا اتفق مع الاستاذ غرم انه ليست مباراة الفتح فقط، وإنما الفتح والتعاون، لأنه هذه الثلاث المؤجلات بما فيها الفتح والتعاون إذا فاز فيها الهلال يقلص تلقائيا الفارق إلى 4 نقاط مع المتصدر الحالي اللي هو النصر. ثم تبدأ مرحلة كسر العظم مع الأندية المنافسة اللي هي الاتحاد والنصر، اللي عليك أن تهزمهم ثم تنتظر خسارتهم من الأندية المتنافسة معها. وبالتالي خلنا نقول إنه الهلال سيقاتل، لكن أمله في الدوري أقل من إنه يكون في ملك يده، ليس ملك اليد، لأنه هو بس اللي عليه يفوز ثم ينتظر نتائج الآخرين، وهذا صعب إلا أن حدث المعجزة كما حدث الموسم الماضي ممكن تصير. طيب. ليش لا؟ في جمهور كان يتساءل. إحنا أبو بدر إذا تسمح. تفضل أبو محمد. إحنا كمتابعين وكحريصين على جمالية الدوري، لابد الهلال يكون في دائرة المنافسة. طيب. لابد يكون في دائرة، لا نكتفي بالنصر والاتحاد فقط. طيب خلينا نروح الفاصل القصير. أستاذ صالح أبو نخاع، من يطلع زعلان، مسلي المعمر ولا أنمار الحائلي من الملعب يوم الخميس؟ والله شوف قراءتي، أول شيء إن شاء الله أنها تظهر مباراة تليق بقيمة الدوري وقيمة الفريقين وقيمة الشغف الجماهيري والإعلامي اللي جالس ينتظر الفريقين. لكن في تصوري أنا أن التعادل حيقضي الطرفين، ممكن أنه إلا إذا كان لدور للدفاع النصر دور وهجوم الاتحاد دور، أو كلمة في اللقاء أنا أشوف أنها أقرب ممكن تكون للتعادل، خاصة وأن الفريقين يملكان مدربين جهاز فني عالي على مستوى الاتحاد وعلى مستوى النصر. الفريقين قروا بعض كثيرا، أعتقد هذه المواجهة الثانية لهم في نفس الظروف تقريبا، لكن تبقى يمكن الضغوطات الأكثر على النصر بحكم أنه هو المتصدر، خسارته حتدخله في نفق أعتقد حيسبب له مشاكل كثيرة أثناء الدوري، وخاصة في ظل غياب لاعب بقيمة تاليسكا وبعض اللعيبة اللي ممكن أنهم يشكلون عبء فني في خارطة الفريق.